من دين الله تبارك وتعالى ألا يعقد عقد الزواج مرتين. العقد إيجاب وقبول ثم خلو من الموانع مع وجود شاهدين، التمس ولو خاتما من حديد، وكما قلت نميل ونذهب مع من ذهب من علمائنا الفحول إلى أن التوثيق اليوم أصبح في قوة، لأنه من المصالح المرسلة وهي من مسالك التشريع كما هو معلوم. يعني ولي الأمر إذا رأى أنه لابد من هذا الأمر وهو غير مجاف للشريعة سمى مصلحة مرسلة، لم يشهد لها الشرع بإلغاء ولا إثبات، ومن ذلك سميت مصلحة مرسلة. فإذا رأى ولي الأمر لفساد الذمم، لأن الزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ يأتي الرجل إلى ولي المرأة، إلى ولي الزوجة، ثم يقول له زوجني، يقول زوجتك في وجود شاهدين، انتهت المسألة وتترتب عليها آثارها. الإشهار يكون للدخول وليس للعقد، الإشهار للدخول وليس للعقود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وأما زيادة واجعلوه في المساجد عند أبي داود فهي زيادة ضعيفة. الحق يقال هي زيادة ضعيفة، ولكن كان الزواج هكذا على عهد رسول الله وفي صدر هذه الأمة عند سلفها الصالح رضوان الله عليه. لما فسدت الزمن في أواخر القرن الثاني الهجري، وعندنا بفضل الله تبارك وتعالى عندي عقود مخطوطة موثقة، وكانت لقوم من أشمون هكذا، وهي لقوم من أشمون في القرن الثاني الهجري، وتزوج فلان فلانة على صداق أو عقد على مهر كذا، وفيها شهادة الشهود ومثل هذه الأشياء. إذن هذا التوثيق أمر قديم. عندما يذهب الزوج وولي الزوجة في وجود الشهود مع بقية المسائل التي ينبغي أن تتوفر عند المأذون، ويقوم بالتوثيق ويجري صيغة العقد، عقد العقد. إذا عقد مرة أخرى فهذه مخالفة للشريعة، لم يحدث إطلاقا أن عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقدا مرتين، أو تزوج رجل امرأة في محل واحد مرتين، ولكن لا داعي مطلقا لإعادة هذا العقد مرة أخرى كما مر ذكر ذلك بفضل الله رب العالمين في العقد الذي سلف. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا جميعا باتباع السنة. يحدث من مخالفات هذا الأمر شيء أكبر وأفظع من هذا، وهو أن الرجل يذهب ولي الزوج يذهب مع الزوج عند المأذون فيجري له صيغة العقد، ثم يقدر الله تبارك وتعالى ألا يشهد المأذون لأمر من الأمور التي تمنعه ومن الموانع الصارفة عن شهود العقد لكثرة العقود أو غير ذلك، لا يشهد هذا العقد مرة أخرى، فيقوم غيره بالعقد في المسجد أو في أي مكان كان. ما الذي يحدث؟ يأتي واحد آخر سوى ولي الزوج الذي تم العقد معه عند المأذون لكي يقوم بالعقد مرة أخرى مع الزوج، وربما مع ولي الزوج، مش ولي الزوج بقى، مع وكيل الزوج. كيف يحدث هذا؟ هذا كله باطل في باطل وضلال في ضلال، وسنتبع السنة كما مر في العقد الذي سلف، ونسأل الله رب العالمين أن يبارك لهما على قدر اتباعهما لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وإذا فالقضية إنما هي إعلام بدخول وإشهار لعقد كان عقد وانتهت المسألة. نعقد في المعقود؟ نعقد في المعقود؟ مثل الرجل المسحرات الذي كان، تعلم أن المسحراتية يقسمون كل قرية أو كل بلد أقساما، فاعتدى واحد من المسحراتية على المنطقة الجغرافية لآخر فقال لو أنت تسحر في المسحر، تسحر في المسحر، وإحنا هنا يعني نعقد في المعقود. هو عقد العقد بالصيغة الشرعية وهو ملزم بآثاره ونتائجه، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يبارك لهما وفيهما وعليهم.